الله يوفقك يا وجه القرد الفاشل. يعد التصويب شوي صعب في الجزء ذا. العيد الله يشلك يا خرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي إكس أو. اليوم إن شاء الله راح ألعب معاكم لعبة Resident Evil 3 ريميك، وبإذن الله راح أختمها معاكم في القناة. فقبل لا نبدأ أتمنى تسعدوني بلايك وتشتركون وتفعلون زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وصلوا على النبي جميعا. ويلا بنا نبدأ. كي بدينا يا جماعة، أنا استغربت إن الجزء هذا ما عربوه، توني أستوعب، يعني معربين الجزء السابع والثامن وبرضو الثاني بعد اثنين شو يسمونه Resident Evil 2 Remake برضو معربينه. بصراحة استغربت إنهم ما عربوا الجزء الثالث. أوكي. كيف ادخل؟ اوكي دايم شكلها حلو. يلا الغص واجهز. اوه هيل نو، ايش فيها؟ اوه ماي جاد. تحلم، واضح تحلم تحلم، مستحيل. اوه ماي جاد، ديما وجهها صار يخوف. واو، او ماي جاد، صدقوا شكلها حلو وهي متحولة. Stop it. Get some help. ياو، دعست. لا، ياوك تحلم، صدقوني تحلم. ما قلت لكم؟ عارف حركاتهم. اوكي، شو السالفة؟ قاعدة على المكتب. تقول وضع يصير خرا كل ليلة، كل ليلة قصدي. اتوقع تروح الحمام عشان تغسل وجهها وتصحصح. او ماي جاد، شا الظلمة. اوكي، ليش الاسراف؟ يا اخي يا جماعه، جل ملامحها في الجزء هذا احس مو مره عاجبني. انا احب شكلها في الاجزاء القديمه، احسها اكيت يعني. ارجو ان تمسكين لسانك وتعرفين مع من تتكلمين. لكن شكلها هذا حلو يعني، لا بأس فيه. اوكي، الساعة 8 الليل في مدينة راكون سيتي. اوكي، راكون سيتي عشان كذا الوضع عفيسة. اوكي. هلو جيل، ار يو اوكي؟ او ماي جاد، شو السالفة؟ او ماي جاد، ووو، ما شاء الله من كذا من بدايتها، ما شاء الله، حياك الله يا اسطى. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه يا بطني، حسيت بالالم. استهبلين، ما تسوي شيء، ذي هاي دغدغه. بعدين ليش مغطين وجهها النمسز؟ اوه ماي جاد، وربي رجل الموت. اقبعي. يلا يلا يلا. واو الحشي، او ماي جاد، من بدايتها كذا على طول نمسز مستعد. او ماي جاد، بغى يشيل راسي. القبعه يا عامر. ضحكتيني، هذه ولا شيء عنده حبيبتي، طيرها باصبعه. بسرعه الحشي. او ماي جاد، جاء بسرعه. او ماي جاد، المدينه مره منهريه. بسرعة بسرعة بسرعة.
اوكي. الله ياخذ عمرك في هذا اليوم الفضيل. اوه ماي جاد والله ما يلعب. اوه ماي جاد وات ذا فك. اندعست اندعست. اوه ماي جاد شقت ابو يده. بسرعة 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 انحاش شيء انحاش ايش ناظرين؟ يووو بسرعة بسرعة المكان قام يولع نار. واو يا بطني ليش كذا ظلام ما عندي فلاش. اوه ماي جاد انزلي يا خريا. اوكي الله لي وفقك يا وجه القرد الفاشل. يا اخي هذا نشبة وش يبي؟ اوه ماي جاد خلاص الموت الموت. اندعستي اندعستي حبيبة قلبي. انحاشي انحاشي. اوه ماي جاد الموت الموت. بسرعة بسرعة بسرعة. Oh my God. الحمد لله. آه يا الركب. آه يا المفاصل. لا مو الحمد لله لأن أنا عارفة بيرجع لي. مستحيل إن هذه النهاية. Oh my God نشبة وربي الكعبة. كي جاني تروفي. إيه والله وضف. Oh my God. Get out of town. طبعا هذه الهروب من المدينة راح تكون في النهاية. وكلنا عارفين حركاتهم لازم اجمع الغاز ومدري. اوكي هذا براد براد. اوكي اوكي عرفته. هذا والله نمسز. عدنا اتذكر ان براد مات ولا. Oh my god. One fucked up thing always leads to another. It's like Arklay on steroids. ما شاء الله المدينة حوسة. واو. يو اسحبوا علينا. اي يلا اركض اخيرا. Oh my god تحولوا. او ماي جاد ابعد. والله اني عارفه. او ماي جاد هذا هذا حق ريميك 2 ايش جابه هنا الشرطي ذا. ورب اني شايفته في الجزء الثاني. حاشه بسرعه الحاشي. القبعه القبعه. او ماي جاد او ماي جاد انعض. وربي قالت لكم انه بينعض. لنا اتذكر انه مات. او ماي جاد وي نو هاو ذس اندز. نو ار وي ستيل ا تيم اولويز. دو مي ا فيفر دونت فك اب لايك اي دو. جو انه خلاص يعني راح يتحول ما في فايده. يا ويل حالي. يو مسكين ممدا جاء انقذها على طول انقرض. ماي جاد ايوه ايوه مسدس. يا سلام سلم. يا الله ايوه ايش في. نايس دود نايس. يعد التصويب شوي صعب في الجزء ذا. الايد. الله يشلك يا خرا. انا ليش اضيع رصاصي. القبعه في عامر القبعه. المشكله ما معي الا ثلاث طلقات يعني انقش فيها ضروسي. او ماي جاد الحشره الحشره. حلو حلو. او ماي جاد اوكي اوكي اطلع من هنا اشبع بين انحشرت. يا هم لالي وانت على بالي. او ماي جاد ما معي. او ماي جاد انحاشي. او ماي جاد
الله ياخذ عمرك يا اخري. بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي اوكي طيب طيب بسرعة بسرعة بسرعة. كويس ان انتبهولي. Oh my god. وش ما فيني شيء. There's a helicopter waiting to take you to safety. What safety? I'm not going out there. ايوه. Parking garage isn't far. I can take you. The only safe place is in here. الطقاق اللي طقك باللعون. خلي يقرطونك. حاطيني من مساعدته بكيفه. هو ما يبغى وش يسوي الامه. يا سلام اشكر اهلك. اوكي عندي سكينة. توني ادري شلون. اوكي اوكي تمام. اوكي سويت ريلود. واو. Go to the rooftop parking lot. اوكي طيب. اي يبغانا نرقى فوق عشان الهليكوبتر. اوه ماي جاد. انتبه لا تنقرطين تكفين. الله يفجع ابليس. اوكي طيب طيب كيفك يا اسطى. واو اوكي اصلا الله حركاتهم ريزنت ايفل. لازم لازم. اوه ماي جاد اطلق 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 بسرعه بسرعه. اوه ماي جاد يا الايم الخريه. الله ياخذك. دعس اقول انا اقبع اقبع اقبعي بسرعه. شوتي شوتي. او ماي جاد لو اني داري كان ما ضيعت رصاصي. والمشكله ايمي زي الزفت. واه او ماي جاد الله ياخذ العدو. فجعاتهم كثيره من اول من بدايه اللعبه. طبعا كلنا عارفين انه ما راح تنحاش لان اتذكر ذي اللقطه ذي الظاهر انه نمسس بيجي لاني ما اتذكر الاحداث اصلا. بعد مره شفتوه ما قلت لكم. او ماي جاد نمسس كأنه نفرة العيد. طيب شو بتسوين بالسيارة؟ ايش اسوي؟ اوه ماي جاد دعسنا. بموت انا على البرقع اللي لابسه. حبيبتي ما تسوي شيء السيارة. استهبل. ايوه اندعستي. اوه ماي جاد ادعسي ادعسي كينج النظيم. اوه ماي جاد اوه ماي جاد بعد هي تستهبل. واه ظهري يعورني وانا ما ادخل. اوه ماي جاد هذا تعدى سبع ارواح. انحاشة انحاشة يا اسطى. واو او ماي جاد بس ارجع لورا. نايس ما شاء الله. يو او ماي جاد يا جماعه ردها نايس. اوح مات. مستحيل مستحيل. لا تترك السلاح. بعدين بعدين سولفوا. بس الاهبل ذا ليش ترك السلاح؟ يمكن يقوم. مستحيل مستحيل انه مات. صدقوني حركات ريزنت ايفل انه يموت من اول مره مستحيل. لازم مليون مره. اوكي جاني تروفي. يجيبون ناس ضحايا.
او الناجين قصدي ايش ضحايا انا I'm fine. Personal space. Okay. Let's go. Oh, come on. Who's the dipshit to close this? Oh my god, سكر. Sorry, we're gonna have to go around. Okay, طيب. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Hey. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. قال انه ما راح يوقف لين يسوي الشيء اللي طلبوه منه اللي هو النمسس يعني Umbrella Biohazard Countermeasure Service UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa. أوح. What are you talking about? Well, we're just here to help people. What's wrong with Umbrella? لحظه هو مع امبريلا. Oh my god. Your company is responsible for اي الا هو من امبريلا. Yeah. I don't know anything about all that. You don't have to trust me, but I'm going to the shelter. Okay, يعني هو ما كان يدري انهم السبب. Come on, it's this way. يا قلبي يا كارلوس بس والله موز. جماعة مرة متحمسة ألف. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Okay. من هو ذا؟ كارلوس، you didn't even think to ask fine young lady your name. She is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. أوكي عرفني. Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent okay, to Mikhail rescue civilians. Wow, مصاب. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. والله في ناس واجد. But we need help. Okay. My men cannot do this alone. Okay, أنا رجال يمكن رجال اللي يشتغلون عندي عددهم قليل. I'm in. Okay. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right. يا أخي كارلوس مرة يهبل. Hey! Boy, it's from my house. Hey! Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. تمام. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. Okay. All right. Okay, جماعة الحين كارلوس. دقيقة معلش. أوه والله دمي زفت يا جماعة. يعني شبه زفت. طلب مني أسوي شغلة ظهر أجيب مؤونة أو أجيب زي اللوت وكذا يعني. تقريبا هذا اللي فهمته يعني. خلا شيكينا في شيء. اوكي يا جماعة من هنا اطلع وانا لي ساعة ادور. ايش هذا؟ هذه المنظمة او الشركة اللي قال ميخائيل انه هو منهم يعني بس ما ادري هو القائد ولا الزعيم ادري ايش سالفة امه. اوكي. هنا ما في ذخيرة شيء. انا بعشب تذكرت ابغى عشب. احس اني بموت بندع سلة يعني لو النمسس يتفل علي الحين بس تفلة الا انا مندعسة لان دمي شبه خرا. اوكي working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast.
اوكي، يبغوني اشغل الطاقة او الكهرباء يعني عشان يشتغل القطار. الله يستر. بس اوكي، هذه نبتة صح؟ هلا والله على ذا اللوت الحلو. شيل شيل يا صديق. اوكي، هذا جان باودر اسوي فيه ذخيرة. يا سلام، حلو حلو. اوكي، نبتة حمراء، نايس. اوكي، يبغى له فكاكة الاقفال. اوكي، هذا اولها لغز على طول. اوكي، شكله في شيء احطه في هذه، لان اشوفه الوان اخضر وازرق واحمر. It almost looks like I could get this working if I plug in the right whatever it is. اي صح علي، قالت انه في شيء احطه على حسب الالوان الظاهر، بس ما ادري وش الشيء. اوكي، آلة حفظ. خل اشوف فيه هنا اشياءات اخذها قبل لا اطلع واندعس. يا اخي ظلام مره، ما يمديني اولع كشاف. اوه ماي جاد. اي قالت تبي تشغل القطار. كويك ستيب. اوكي كذا. والله صراحه من مضيعه طلقاتي عليه. الله يشل ذا الراس يا خرا، صار لي ساعه قاعد اهوش له. اوه ماي جاد، قرطني. اوه ماي جاد، شينا ذابحين خروف. هلا والله. اوه هلو. اطلق اطلق اطلق. الام الام. موت، الله ياخذ الراس. اوه ماي جاد، وجع الله ياخذ، استحني. اوه ماي جاد، خلص رصاصي يا اخي. طعنتك يا مال الضربة، اندعس مكانك يا كلب يا حيوان. الثاني مات. اوكي اوكي، الثاني مات. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. اوكي، معي ايم، وانا لي ساعة قاعد اطعن فيه بالسكينة. بس يلا زين، ما بخلص رصاصي. وغير كذا التحكم مرة صعب في اللي هو التحكم بالايم، التصويب مرة زفت، او اني انا نوب ما اعرف اصوب. اوه هيلو. طيب وين اروح؟ اوكي، هنا في قفل واضح، في اشياء كثيرة نفتحها. بس ترى ريزنت ايفل دائما الاشياء اللي يحطون فيها قفل ترى نصها او الغالب منها تكون مثلا يكون لوت، يعني مثلا رصاص او شتجن كذا يعني. او ماي جاد، شوف اللي قدام واللي هنا، الوضع ما يطمن ابدا. اوه، يبغى لها كسارة اللي تكسر الاقفال ذيك، المقص. او ماي جاد يا اخي، دائما الزومبي دبابي يخوفوني. طيب وين اروح؟ انتبهي انتبهي. ايوه ايوه، نسيت امر الصناديق هذه. وشو؟ جنب. ليش دمي زق؟ اوه ماي جاد، تذكرت كلها من ذوليك الخريان. يا مال الزق، انا كنت مخليته عشان النمسس لو سطرني. الحين جن باودر يبغى له جن باودر ثاني عشان يصير رصاص. اوه ماي جاد. كارلوس، I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? Okay. That's a substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself could put out a few. يبغالنا نطفيه عشان نمر من عنده. يو. هاي هاي صديق، ايش فيه؟ طيب بس كيف اطفيه؟ اتفل عليه يعني؟ يا سلام يا سلام، جاء العيد. الله الله، نايس نايس.
حلو. إيه هذا مو قنبلة؟ خليني بجرب. أتذكر إنها قنبلة. والله ذكاء الأرض. الحين إلى هذول ما جاوا الحمد لله. هذول اللي بس جاوا تمام. لأن أنا أتذكر إن هذه دائما يحطونها في ريزنت إيفل 4 و 5 عشان تصير قنابل، عرفتوا؟ متفجرات. أوه ماي جاد، ابعدي بعيد، ابعدي بعيد. خليني أطلق على راسها. أوه ماي جاد، هذا وش خشف؟ إلا يا جماعة أتذكر إن أطلق عليه عشان يكهربهم، بس أنا ما شاء الله ريتاردو، فخلصت الرصاص. خلصت الرصاص حقي، أوه ماي جاد. الأماكن هذه ما تطمن، ما تطمن. خلك خلك راقد، تكفى. أوكي جان باودر، حلو. اللي بشوف هنا، شفتوا هنا بعد في هنا قفل. هنا إيش؟ أوكي أشكر أهلك. وهنا في صندوق موسيقى، صح؟ لحظة خلي بحاول أفتحها. وربي فهمت خلاص. اوكي هذه الجوهر اللي نحطها في المكان اللي في القطار عشان يفتح لنا اللغز. معاي رصاص كويش كويش، واضح اني مرتاح من النمسس، بس معاي رصاص يعني زين عشان يمديني انحاش. ايوه اطلق اطلق هنا، نايس، بدل ما اضيع رصاصي على الفاضي. ولا تأكد هنا في لوتات شيء. والله في أماكن كثيرة، بس قبل في هنا في هنا مكان فوق، خلي بأرقى يمكن في شيء. المشكلة في أماكن كثيرة، بس خلينا ندخل هذا المكان أول أشوف إيش فيه. أوه ماي جاد، شوفوا مدام شغلت الفلاش واضح إن الوضع ما يطمن. الله يفجع ابليس، ما شاء الله استقبال مشرف. او ماي جاد، تعال تعال اطلع. الله يفجع ابليسك يا كلب. او ماي جاد، وش ذا الراس؟ الله يفجع وربي قلبي نقز من مكانه كذا فجأة طلع على طول. الله ياخ تكفى، يا رب ما في ثاني، يا رب ما في ثاني، تكفون. وربي صرعني، سمعت 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 سمعت. الله يشل ذا الصوت. او ماي جاد، ما مات. الله ياخذك، اندعس مكانك يا ورع. طبعا انا ابصم برجلي، باصبع رجلي اذا ما قام. طيب هنا ايش؟ يا سلام اشكر اهلك، بس لا جن باودر واحد ما يمدي. لحظة خليني بجرب شغلة بس بشوف. اي لا ما يمدي، لازم جن باودر ثاني. اوه في هنا كود. اوكي خلنا نطلع من هنا. يا ربي ذا الفلاش، ليتني انا اقدر اتحكم بالفلاش صراحة. مرة المكان، مرة المكان ظلم. رجعنا رجعنا رجعنا. هو قال لي شغل شغلي الطاقة عشان نشغل القطار. اسمع اسمع ورب الكعبة اسمع. أشولني انتبهت له على آخر لحظة. يا سلام الله يعطيك العافية يا اسطى. حلو لحظة عشان يصير في مساحة. Oh my God. صار أختصر الطريق. وأنا صار لي ساعة قاعد أمشي وأعاني وحالتي حالة. أجل خلي بروح للطرق الثانية اللي ما رحت لها. طيب انا رقيت من فوق اللي من جهة اللي تو من هنا،
خلي بقى اجرب ادخل مع هنا اشوف كايم دي. الله يسر حركاتكم هذه مو علي. اوكي اوه ماي جاد الله يفجعك يا ابن الكلب. ايوه اول مره ايمي يصير زي الناس. خلي بتاكد اجيس النب. شقي شقي وجهها. انا قايله ما مات خريه يسوقها يسوي نفسه ميت. اوكي اوه لقينا خرطوم حلو نايس نايس. يعني الحين نروح نطفي النار. خاف هنا في احد يا اخي ما برسائل اعطوني ذخاير. اوه ماي جاد هنا نفس الشيء يبغالي اوه هيل نو شتجن. يا سلام سلم هنا ما يمدي ادخل. اوه ماي جاد المكان ما يطمن ابدا. هنا الظاهر يحركون القطار او يتحكمون فيه الظاهر. ليش كله مقفل وش ذا؟ طبعا nothing لازم يسمونه لازم اشغل الطاقه. المهم عرفنا ان هنا التحكم بالقطار او مكان الطاقه. الحين نرجع للكهرباء. الحين باقي اجي من هنيا. الله ياخذ ورب الكعبة كنت توني مطلعة سكينتي بجرب عليه فجع عم امي. موت الله ياخذ الراس الله يفجع بليس. موت موت ابي اطلع حرة الروع. الله ياخذ وربي فجعني. ماي جاد اوكي هنا هذه اشياء حاجيات. ماي جاد ما في مكان معناته اجل ارجع لها مرة ثانية عاد ان شاء الله ما انساها. هذا وشو؟ اوه هذا ظهر القن باودر حق اي حق الشتقن. والله اني عارفة. اوكي يعني هذا كان سوبر ماركت. نايس نايس. طبعا يا جماعة تذكرت ان انا معاي الجوهرة اللي هي الجوهرة الحمراء فبحطها قبل بعدين. وش السالفة؟ ايش في ايش في بسم الله الرحيم. المهم اني بحطها قبل بعدين برجع اطفي النار اللي موجودة هنا. اوه ماي جاد هذا اللي قاعد يطلع صوت. مع نفسك حبيبي. ايه شفتوا نورت. اوه اوه ماي جاد جرنيد معناته اجل يعني هو لغز لكن لغز عادي يعني مو انه في شيء مهم يعني زي الذخيرة بس لا والله حلو يعني راح احتاجك اني يعطيني مسدس او شيء. لحظة كويس معي 44 طلقة وهذا جرنيد وهذا سكينة تمام. اوكي غريبة النمسس للحين ما جاني. تمام يلا نشغل الماء. نايس. المشكلة كسرت الأقفال ما أدري وينها اللي تكسر الحديد. أوكي الحين نشغل الكهرباء. لحظة أحسها مرة من داعسة فباخذ هذا. إن شاء الله ما أندم. إن شاء الله إني ما أندم قصدي. أوكي أوه ماي جاد زين والله حلو. أجل يلا نفتح الأغراض الحين اللي نحتاجها. أجل يا جماعة راح أخذ معاي الشتقن مدام خلاص صارت معي كذا. Oh my god أنا أقول قبل لا أستعجل على رزقي خلي بأرجع أول أروح أكسر هذوليك بعدين أرجع. الله يفجع بليس. أنا مو قلت لكم إنه راح يقوم؟ قلت حركاتهم. اقعد مكانك يا ورع. اوه ماي جاد يا قلبي ورب قلبي كذا انفقع بعدين رجع لمكانه يعني. وبعدين مع حركاتهم هذه وربي فجعوني. واه الكود هذا ما يعني
ما عرفت وين مكانها. اوكي هذا حقة السبوي، هذا ما احتاجها. اوكي هذا الكود September 2 the new save is just perfect. Nobody knows the code, not even my wife. يقول ان الكود الجديد ما حد يعرفه وانه مره كويس، حتى زوجتي ما تعرف ايش الكود. It's a secret between me and my beautiful مدري وش كوين، and she'd never give it up for a thief. اوكي طيب يتكلم عن الكود بس انا ما ادري وين مكانها. اوكي يا جماعه اخذنا الشتجن وطبعا طورته لاني حطيت الجوهر الزرقاء وعطتني زي الشيء احطه في السلاح حق الشتجن يطوره زياده. اوكي خلنا نفتح هذا نشوف ايش فيه. الله يستر لانه كان قبل شوي ينفض الباب. تخلي يلا اوه كاتسين. منو هذا؟ احمد مجروح. Come on, don't look at me like that, alright? I'm not an infected. No, 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 wait, please. وجع. What the fuck? مريض. He was infected. He might have been infected. متخلف ذا. Lavender, so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. لا والله. Sense of self-preservation. متخلف متخلف لا اصيدك. شكله روسي يا جماعه من طريقه كلامه كذا مكسره. ورب انه ورع. اوكي اوكي الحق ذا الزق ذا ما ادري ايش اسم امه. ورب انه ورع. اوكي هنا في رسمه اطفال. او ماي جاد يا الدمامين. Oh hello. Nice. Oh suicide notes. رسالة انتحار. اوكي اتكلم عن الجنريتور اللي هو مولد الكهرباء. Oh my god. تعال تعال. هذا هذول يبغى لهم شتقن ذولي. لعنة الله عليكم. خريا لحظة يكون دمي زق. اوه ماي جاد وربي زق. اوه ماي جاد عدن الكلاب دم ضروسي. ابعد ابعد عنهم ابعد عنهم. خايفة وربي خايفة احس المنطقة كل مالها تصير ازفت من قبل. قبل لا ادخل هنا خليها شيك. ورب اني عارفة يدسسون اشياء. نايس. شجرة عشان تعالج فيها. في شي هنا توقع. خلاص يلا حين ندخل جوا. يا اخي غريب النمسس وينه من بداية الحلقة هو يطاردني والحين مختفي. الله ما ادري عنه. اوه ماي جاد صبر جميل. اوه ماي جاد اوه ماي جاد كم واحد. ابعدي بعيد. انا اقول خلي اقتلهم كلهم عشان اتمشى في المكان على راحتي. ورع هذه ما ادري ايش عندي احساس انها ما ماتت. شفتوا قلت لكم قلت لكم. اوكي الحين نسوي تشيك على المكان. شفتوا في اشياء جميله جدا. اوكي هنا بسوي كامبين مع دي عشان تصير للشتجن. نايس ما فيش حاجه. هذه متى اخذها حقت فتحت الاقفال؟ اوكي نبته ورديه خلينا نسوي لها خلط.
تمام. هنا ما في شيء. أجل يلا خلنا ندخل. الظاهر من هنا نشغل الكهرباء إذا ما خاب ظني. أو ماي جاد مساحة. أشكر أهلك. جاني تروفي. أوكي حلو حلو مساحة. طيب يعني وش الأشياء اللي ما إيه لا خلاص ما عاد في شيء في الصندوق لأني استخدمته كله. أوكي حبايبي راح أوقف لين هنا أحس مرة كفاية ولعبت واجد مرة. اكتبوا لي تحت بالكومنتات إذا حبيتوا اللعبة وتبوني أختمها معاكم. أنا للأمانة مرة حبيتها وأبي أختمها معاكم لأنها أقصر من الجزء السابع. والجزء السابع برضو راح أختمها معاكم لكن مو بالحين يعني راح أخليه لبعدين شوي. فقبل لا ننتهي أتمنى تسعدوني بلايك وتشتركون وتفعلون زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة أشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية.